يقدم العام 2020 بداية جديدة للجميع، بينما لا تزال هناك أمنية وحيدة تراوح مكانها في قلوب النازحين السوريين الذين يتعرضون لقسوة البرد وشدة الأمطار في خيام متهالكة، وهي العودة إلى الوطن. كل يوم بدي عن المدرسة مع أخواتي الخمسة، تعلم القراءة، تعلم الكتابة، بلعب الرياضة، كل يوم تعلم أنشطة، وكتير كتير بحب أنستي، ما رأيت مثل أنستي. عنا هاي الطفلة معاقة، قاعدة بالبيت كانت، بسلامة خيركم وأم وسيم الله يديها الخير، فتحت هالمدرسة يعني عم يدرسون، بيعطون احتياجاتهم الخاصة. لكن عندنا تهجرت ورحنا على الريف الغربي مثل ما الناس كلها تهجرت قصريا، ردت يعني او ارجع ابدا المشروع من جديد، واخترت الجينه، قريه الجينه اخترتها عادي يعني ما هو اختياري لاي مكان اخر كان، بس لكن الجينه كانت في عندها اكثر زواج اقارب، زواج الاقارب هو اللي بيؤدي الى ذوي الاحتياجات الخاصه، فلذلك اخترت الجينة، والحمد لله أصبح عندي 55 طفل من ذوي احتياجات خاصة بعد عناء كتير كبير مع الأهالي، إنه المعاق هو صار عار على الأهل، لكن أنا فتحت المركز وصار عندي محاضرات، صار عندي ناس دوموا الأهالي مع الطلاب تقريبا سنة كاملة في المدرسة، فعرفوا انه هون في اسمه شيء تعلم وتدريب وتاهيل للطفل، والحمد لله بدينا في العشرين اختتمنا الله بال 55 طالب، واتمنى من جميع الناس انه اللي عندهم طفل معاق ما هو اسمه طفل معاق، اسمه ذوي احتياجات خاصه، هاد انسان عادي لكن يحمل مرض، هاد هي المقوله لازم كل الناس تعرفها، انه المعاق ليس ما هو اسمه معاق، اسمه ذوي احتياجات خاصة أو سليم يحمل مرض. لذلك الحمد لله يعني القبول الناس كان بداية جيدة لي. الآن نحمل تقريبا 55 طفل، بينهم الناس مثلا زين داون، شلل رباعي، ضمور عقلي، ضمور جسدي، عندي توحد بشكل كتير كبير، هذا نتائج الحرب، لأن التوحد هو الخوف، أصله هو خوف، من الخوف بيؤدي للانطواء، والانطواء في ناس عندهم فرط نشاط، في ناس عندهم خوف، هذا اسمه توحد، هيك توحد نقول نتيجة الخوف الشديد، صار عندهم انطواء ذاتي، فلذلك صار عنده خمول، وهالخمول بيؤدي الى التوحد. نعم التوحد هو مرض، لكن نحن الحرب زاده. مع ذلك الحمد لله رب العالمين وصلنا لنتائج جيده. انا جاي بهالفكره هاي منين؟ من البيت. البيت كان عندي 2 تلاسيميا، كنت معلمه من تقريبا 50 سنه، الان انا عمري 73 سنه. من 50 سنه عندي اطفالي الصغار كانوا، رغم المرض الثلاسيميا هو مرض شائع كثير في البحر المتوسط، لكن كان عندهم اولادي عندهم نسبه اكثر من انه يكونوا انيميا بحر المتوسط، فلذلك الحمد لله باهتمامي ورعايتي لهم وقبولي للمرض كان شيء جيد، اصبحوا شباب وتزوجوا وجابوا اولاد، وانا فخوره فيهم يعني فخوره لابعد حد انه هن تغلبوا على المرض قبلي، لان هن شافوا انه هذا المرض عادي بسيط، لكن لازم يكون المريض يقبل المرض قبل اهله لحتى يجيب ايجابيه من عنده، طاقه ايجابيه، الطاقه الايجابيه هي اللي بتؤدي للمريض انه يكون في 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 يعني يكون احسن من انه يكون
هو مريض ومتخاذل. لذلك هلا عندي المعلومات كمان انا اكثر اولادهم كمان ذوي احتياجات خاصه. انا اخترت انه يكون المعلم اولاده من ذوي الاحتياجات حتى يكون عندهم اهتمام اكبر من لهالشريحه هاي اللي نحن شريحه مهمشه. انا ما بذكر انه كان في عندنا مدرسه اسمها لذوي الاحتياجات خاصه بهالاهتمام، كان عندنا مراكز ترعى لهذه الناس، لكن مدارس ما كان عندنا. لو نرجع لأقرب فرصة من شيء أسبوع بتشوف إنه الطلاب كان عندهم نتائج باهرة في الدفاتر. وهلا يمكن أطلع على بفرجيك بعض الدفاتر اللي ممكن السليمين ما يكون يعني عندهم هالاهتمام.